بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي معاكم أعزائنا مشاهدين قناة الكويت وبالأخص متابعين برنامج سلام يا كويت، نقول لكم من أرض الخير وأرض المحبة والسلام يسعدنا بالقدوم إليكم مرة أخرى بهذه الدورة البرامجية الجديدة لبرنامج سلام يا كويت. مثل ما تذكرون مشاهدينا ومتابعينا، كنا دائما نتطرق إلى المواضيع الاجتماعية الثقافية الأسرية التي تعنى بكل بيت وبكل أسرة، وبما أن الأسرة هي أساس تكوين المجتمع ومن المجتمع إلى دولة طبعا حضارية ومتقدمة، دائما نقول هي البداية تكون من الأسرة. لذلك دائما كنا حابين نتطرق إلى هذه المواضيع اللي تهمكم وتثري هذا البرنامج بإذن الله. طبعا لا يسعني إلا هو العادة الواحد يشكر في نهاية الحلقة، لكن أنا حابة أذكر وأخص بالشكر الفريق العام برنامج. بصراحة ما تدروا متابعين إيش كثر كان جهد مضني وعمل جبار من معدين ومن مخرج ومصورين، الستاف كله، الكل كان يسعى بأن يعني يظهر لكم هذا البرنامج بحلة وباقة جديدة ومتنوعة. الحقيقة يعني الحين خلال الفترة هذه مشاهدينا يمكن راح تلاحظون ما يميز برنامج سلام يا كويت والإضافة الجديدة اللي راح تكون فيه، راح يكون يعني بطابع تقريبا خلنا نقول نسائي أنثوي، وبما أن طبعا المرأة هي أساس الحياة والأسرة، طبعا بالتأكيد الرجل هو مكمل لدورها، بالتأكيد هم اثنين مكملين لبعضهم، لكن المرأة ما ننسى هي البنت، هي الأخت، هي الزوجة، هي الأم بالأساس. لما نقول طبعا الأم هي صلاح الأسرة ومن ثم صلاح المجتمع، لذلك كان يعني من الأجدر والأولى أن إحنا نوليها هذا الاهتمام خاصة في دورتنا البرامجية الحالية لسلام يا كويت. أقول إن شاء الله يا رب يعني تكون دورة ممتعة ويعني راح تفيد الكل، مو بس للنساء فقط، إنما بالتأكيد أخواننا الرجال، آبائنا، أخواننا، بالتأكيد إن شاء الله راح تستفيدون من خلال الفقرات المتنوعة وأيضا ضيوفنا المتميزين اللي راح يثرونا بإذن الله بالمعلومات اللي راح تفيدكم وتفيدنا كلنا إن شاء الله. طبعا اللي يذكر في السابق كنا ما نستغنى عن معرفة ما يجري في هذا البلد المعطاء والمحب دائما للخير لأهله قبل الخارج. في عندنا طبعا متعودين أن نقدم لكم بعض الأخبار المحلية الجميلة والطريفة وبعض الأخبار العربية، فنقول لكم في البداية على أساس نعرف معاكم إن شاء الله طريقة سير البرنامج، خلونا نشوف البداية شنو عندنا من فقرات سلام يا كويت لهذا المساء، ومن بعدها راح نتطرق إلى الأخبار نشوفها معاكم بإذن الله. خلكم ويانا. Thank you.
طبعا نرحب فيكم مشاهدينا مجددا. ومثل ما شفنا بعض الاخبار الحقيقه بالفعل يعني في لها نوع من الطابع النسائي الجميل. خلونا نشوف معاكم الحين بعض الاخبار المتميزه واللي تميز المراه الحقيقه، نشوفها معاكم بعدين راح نعلق. نحييكم مجددا مشاهدينا. وطبعا شفتوا معانا طريقة العناوين، انا اتصور ان كل مرأة الان يمكن يكون عندها نوع من يعني الامل اكثر والشجاعة اكثر لما تشوف ان قريناتها في الحياة النساء يعني بالفعل قدروا يوصلون الى خلينا نقول تقريبا معاجز. يعني ما شاء الله لما نسمع خبر بان فتاة فلسطينية عمرها 16 سنة فقط ما شاء الله اصبحت رئيس للبلدية، وهذا المنصب بالتأكيد لابد أن تكون له صلاحيات معينة، إمكانيات اللي يعني تعطيها القدرة بأنها تتصرف وتعرف شلون تحل مشاكل البلد اللي هي ساكنة فيه وتقدم الخدمات اللي يحتاجونها سكان هذا البلد. الخبر الآخر أن مسألة شرطية إماراتية ما شاء الله نوجه لها كل التحية على هذه الشجاعة والجرأة أنها تحصل على الرخصة الدولية أن هي تهبط من أماكن مرتفعة وعالية. بصراحة هذا شيء يعني فعلا يشجع ويعني يضفي المرأة الشخصية القوية وأن هي بالفعل قادرة أن هي تفعل المستحيل. طبعا اللي لفت انتباهي أيضا مشاهدينا الخبر بصراحة الجميل اللي دائما نحن بحاجة لتطبيقه في الكويت، خاصة لما خلينا نقول يعني تحصل بعض الأحداث ولو أنها قد لا تكون خارجة من القلب ولكن بسبب خلاف، إن شاء الله ما يكون خلاف يا رب ودائما نكون على قلب وإيد واحدة. لما تكون هذه المبادرة في بلدنا
والتي أقيمت اليوم الاثنين في المسجد الكبير، وكانت تدعو إلى أن الكويتيين يجب أن يقفوا بصف واحد، أنهم ينبذون الطائفية، ينبذون العقائدية، ينبذون كل خلاف الذي قد يؤدي إلى نشوب، يعني حروب خلنا نقول نفسية ما لها داعي، وإحنا أساسا في النهاية كلنا فداء لهذا الوطن، وبالتأكيد وطننا أعطانا الكثير، وطبعا يعني ما بقى بالمقابل إحنا نعمل علشانه ونخدم هذا الوطن بكل ما نستطيع، هذا أقل واجب نقدمه لتشيل الكويت. طبعا الآن نقول لكم مشاهدينا ننتقل إلى فقرة ومضات، ومضات هذه إن شاء الله راح تكون أيضا من الفقرات المتميزة في سلام يا كويت من تقديم الأستاذة الفاضلة فوزية اليوسفي، راح تتطرق إلى النصائح التربوية اللي تساعدنا في توجيه سلوك أبنائنا وأطفالنا وأيضا طلبتنا وطالباتنا. وبما أن نحن بإذن الله كل عام وأنتم بخير مقبلين على عام دراسي جديد بدءا من يوم الأحد بدوام جميع موظفي المدارس من هيئة تعليمية وهيئة إدارية، نقول لكم كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله يا رب يعني قضيتوا عطلة صيفية سعيدة، سواء كنتم مسافرين أو أنتم داخل البلد، نقول إن شاء الله نتهيأ لأجواء الدراسة في المدارس، وبالأخص أن نهيئ نفسنا شلون نستقبل أبنائنا الطلبة وبناتنا. طبعا اليوم راح نحاول نتطرق إلى كيفية توجيه سلوك الأبناء، خاصة بعد ما يعني تعودوا على سلوكيات معينة خلنا نسميها قد تكون خاطئة وخربت عليهم تنظيم الحياة، طريقة نومتهم وقعدتهم الصبح والتزامهم، هذا إن شاء الله كله راح يرجع على طبيعته لما يداومون بمدارسهم. راح نشوف إن شاء الله ونسمع معاكم هذه النصائح اللي راح تفيد الأمهات والآباء بطريقة تهيئة أبنائهم للعام الدراسي المقبل، وكل عام وانتم بخير، خلنا نشوف هذا التقرير. حياكم الله مشاهدينا في فقرتنا ومضات تربوية. هي فقرة تعطيكم الإرشادات اللي تخدم الطالب ولي الأمر الهيئة الإدارية والتعليمية. لما نبي نتحكي الحين وإحنا مقبلين على بداية العام الدراسي، طبعا نهني الطلبة والطالبات ونهني أولياء الأمور ونهني الهيئة الإدارية والتعليمية في قرب حلول العام الدراسي اللي نتمنى أن يكون عام خير، كله جد، كله مثابرة، وكله اجتهاد من بعد العطلة اللي مرت. سؤالنا هو الاستعداد للعام الدراسي شلون؟ احنا من نقول الاستعداد للعام الدراسي ما نقصد فيه الاستعداد المادي او شنو شريت شنو جهزت، نتكلم عن الاستعداد النفسي، الاستعداد الوجداني، الاستعداد المعنوي. بمعنى هل هيأت نفسك انت كطالب، انت كطالبة هيأتي نفسك للعام الدراسي؟ هل بديتي تتأقلمين خصوصا بعد السهر وبعد الترفيه وبعد النوم اللي نقول لغاية أذان العصر؟ هل أنت هيأتي نفسك والله حطيتي، أو أنت يا طالب حطيت في ذهنك أن أنا لازم أنام بكر عشان أصحى بكر، أعطي جسمي كفاية من الراحة، عقلي تفكيري وجداني كله أهيئة للعام الدراسي الجديد اللي إحنا إن شاء الله مقبلين عليه. استعداداتكم طبعا بعد العام الدراسي اللي مضى، هل انتم اخذتوا درس من العام اللي فات؟ الايجابيات والسلبيات، الايجابيات اخذها لكن السلبيات دائما احنا نستفيد منها، فنبي نهيئ نفسنا للعام الدراسي. اقبل بكل حب بكل فرح بكل مثابره للعام الدراسي، ما اقول والله لا العام الدراسي اللي فات كان فيه وحصل، لا، نتمنى ان هذا اللي صار كله ينمسح، نتمنى ان انت تدخل بصفحه بيضاء، صفحه جديده للعام الدراسي الجديد اللي ان شاء الله نتمنى للجميع اولياء الامور الطلبه والطالبات الهيئه الاداريه والتعليميه. ولي الامر هم نتمنى انه يكون عنده الاستعداد النفسي، الاستعداد المعنوي، الوجداني. هيئ ولدك او هيئ بنتك، والله يا يبا تعالوا العام الدراسي نتمنى ان السنه هذه تكون سنة خير جد مثابرة،
نبي تنافس، نبي تحصيل دراسي عالي، هذا يكون الاستعداد الوجداني. أنت يا طالب هم نبي منك سواء أخذت درس من العام الماضي أو أنه دخلت على شيء جديد حاط في بالك أنه شيء جديد، والله أنا لا سويت كذا العام اللي فات، السنة لازم أكون في تفكير أحسن، في اجتهاد أكثر، أنافس زميلي، أنافس زملائي كلهم، أنافس زميلتي. نتمنى هذا. حطي بالك تقريبا وقت اللعب خلص، تقريبا وقت السهر بدأ يخلص، الحين احنا راح نبدي شوي شوي نهيئ نفسنا، نحاول ان احنا نصحى مبكر، ننام مبكر، نقلل من اللعب، نقلل من الاشياء هذه اللي كنا نسويها في الاجازه والسهر والروحات واليايات، من شاليهات، من هذا اهيئ نفسي، ابدي اريح ذهني عشان استقبل العام الدراسي اللي احنا مقبلين عليه. اغير سلوكي الحياتي، سلوك الحياتي اللي انا كنت متعود عليه خلال إجازة الصيف. أحاول أني قبل لا أشتري الدفتر والقلم والقميص والبنطرون والمريول، أحاول أشتري الشيء اللي أنا بسويه وحطه في ذاكرتي وحطه قدامي. أنا قدامي عام دراسي، قدامي دراسة، لازم أستفيد، أستفيد من زملائي اللي ما حالفهم الحظ لكن ما عايرهم، أحط هذا الشيء قدامي. إن شاء الله نتمنى للجميع يكون العام هذا عام خير وعام سعادة وعام مثابرة، مثل ما شفنا العام وفرحنا في نتائج الثانوية العامة، الأعداد والمجاميع الكبيرة والعالية اللي كانت، وفرحنا وايد وايد. نتمنى أن التحصيل العلمي بعد ما تهيئ نفسك وتقول لا والله أنا السنة غير، السنة أنا كبرت، السنة أنا دخلت على عام دراسي جديد، فمعناها أن أنا لازم أسوي الشيء اللي كان في بالي وما سويته، لا السنة لازم أسوي. التحدي يكون تحدي النفس مع نفسي ومع ذاتي، وأتحدى زملائي كلهم، مو أني أتحدى والله منو يسوي، منو يشيطن أكثر، منو أني يطفر المدرسين، لا أتحدى نفسي وأتحدى زملائي في أنا شنو اللي أقدر أسوي، شنو التحصيل العلمي اللي بيب، شنو الدرجات اللي أنا ممكن أحصل عليها. حب زملائي، حب معلميني، حب الهيئة الإدارية، وإني أخلي ولي أمري يفتخر فيني كطالب رايح المدرسة. هاد بيتك من الصبح لغاية الظهر، أبي مدرسيني يفتخرون فيني، والله اللي قالوا فلان قالوا إيه هذا والنعم فيه، ولد من الطلبة المجتهدين اللي يحضرون لكل شيء، ذهنهم جايين فعلا من الطلبة اللي جايين يدرسون، اللي جايين مقبلين على العلم. طبعا مثل ما انتم عارفين ان انتم الطلب والطالبات، انتم شباب المستقبل، انتم اللي البلد راح تفخر فيكم. فنتمنى ان شاء الله يعني هذه تكون المراية اللي انتم تشوفونها، وان شاء الله راح تكون لنا ومضات ثانية وارشادات ثانية. في امان الله. نعم مشاهدينا، مثل ما شفنا معاكم يعني بالفعل مثل ما ذكرت الأستاذة فوزية اليوسفي، يعني أهم شيء لاستقبال عام دراسي جديد ونحن مقبلين على يعني تدريس وتربية سلوكية للطفل وللطلبة والطالبات، لابد من أن يكون هنالك نوع من يعني إضفاء نوع من الراحة النفسية لهذا الطالب والطالبة، وليس مجرد فقط شراء يعني جناط جديدة أو كتب أو أقلام. يمكن هالشيء هذا يفرح الولد او البنت، ونقول يمكن هالشيء اذا كان يعني سعاده بالنسبه له، وهذا اللي راح يكون اساسا موضوعنا الرئيسي في الحلقه اليوم، كان بها كان شيء حلو لما ابشره بجنطه جديده بلبس جديد. لكن ايضا لابد من التهيئه النفسيه، ويعني لابد من الدفعه والتشجيع بانك انت لازم تبذل جهد وتكون افضل مما كنت عليه في السنوات السابقة من ناحية دراستك والتزامك وهذه الأمور. مشاهدينا طبعا راح نكون بإذن الله في هذه الفقرة من ومضات للأستاذة فوزية اليوسفي بنصائح بإذن الله مستمرة معنا في كل حلقة من برنامج سلام يا كويت، تثرينا في هذا المجال. ندخل معاكم الآن إلى موضوعنا الرئيسي، وهو أسرار البيت أو أسرار الحياة الزوجية التي تضفي عليها السعادة.
شلون نكون سعداء في حياتنا الزوجية. مشاهدينا طبعا لا يسعني إلا الترحيب بضيوفي الكرام اللي راح يكونون معنا في حوارنا لهذا المساء. طبعا معنا مو غريب الدكتور الاستشاري النفسي حسن موسى، وحياك الله معنا. يا مرحبا وحياك الله. وأيضا محاميتنا الأستاذة زينب الرامزي. نقول طبعا نرحب فيكم مرة ثانية من برنامج سلام يا كويت، وانتم بصراحة يعني البيت بيتكم في القناة، انتم اغراض يعني. الله يسلمك. فان شاء الله تكون اليوم دردشة جميلة وحلوة متميزة تتعلق في اسرار السعادة الزوجية في البيت وكيفية المحافظة على هذا الامر. اذا نقول لكم مشاهدين نطلع فاصل ومن بعد نعود ونبدا هذا الحوار باذن الله. إذن دكتور حسن، يعني احنا بدينا بهذا المقدمه بان من يعني اسرار الحياه الزوجيه او السعاده في البيت يعني لابد ان نقول تبدا من الطفوله. صحيح. يعني ما حد يختلف على هذا الامر. بما ان احنا تكلمنا من قبل شوي عن يعني طريقه استعداد اطفالنا للعام الدراسي الجديد، اذا خلينا نبتدي من هذه الناحيه. شلون انا هيئ للطفل الان انه يستقبل العام الدراسي بنفسيه مريحه وعدم على قولتهم يعني البكاء الشديد والصراخ والرفض العوده مره ثانيه للمدرسه، شلون هيئ له هذه الاجواء واجعلها مريحه بالنسبه له؟ صحيح. احنا طبعا قبل ما نبدا نتكلم عن الطفل شلون هيئه نفسيا لدخول للمدرسه او لاستقبال العام الدراسي الجديد، طبعا الاسره تصير فيها مرتين حاله من الطوارئ. اولا في بدايه العام الدراسي، لان الاعداد والتجهيز سواء المادي والشراء وشيء من هذا، وايضا اعداد الابناء وخاصه اللي اول مره يدخلون المدرسه، يعني اللي اول مره يطلعون من الروضه يدشون المدرسه، او اللي ما راح الروضه على طول بيدشون المدرسه، فبالتالي هذول الناس عندهم نوع من اللي يسمونه سيبريشن انكزايتي اللي هو القلق الانفصال، شلون يطلع من اهله وشلون يروح المدرسه بيئه جديده، فبالتالي الموضوع هذا يكون بالنسبه لهم صعب جدا جدا، والام ايضا تكون خايفه عليه وشلون هده وشلون خليه، هذا نوع من الصعوبه في البدايه. وطبعا اخر العام الدراسي الامتحانات وقلق الامتحان والنجاح. صحيح. والنسبه ايضا بيصير ضغط كبير على الاسره وايضا ضغط على الابناء، فلذلك الاسره في هالمرتين في بدايه العام الدراسي وفي نهايه العام الدراسي حاله طوارئ مثل ما ذكرت. طوارئ، وبالتالي الكل يعيش في حاله من القلق، الكل يعني الاب والام والاخوان كلهم حاله القلق، لان العيال بيدرسون والاهل لازم يوفرون لهم الجو الدراسي، فبالتالي يكون في حاله من الاضطراب. الان احنا نيجي نتكلم عن الطفل شلون الان هيئه للمدرسه. طبعا اللي سبق انه كان في المدرسه مثلا سنه، اللي كانوا مثلا ابتدائي بيروحون المتوسطه على النظام الجديد الان الخامسه والسادسه، طبعا نقله نوعيه بتصير، يعني من مرحله المواد كانت سهله الان بيروحون مواد صعبه، بيروحون يعني مواد كانت يعني او موضوع او نقول مواد جديده راح ياخذونها في المتوسطه، فبالتالي ايضا يصير عندهم نوع من التغيير، فبالتالي ايضا نعدهم الاعداد نقول لهم ترى في تغير. هذا الكلام هذا مو من الان، لازم من زمان نقول لهم ترى الان انت انتقلت من مرحله الى مرحله ثانيه، شنو لازم تسوي؟ ايضا هذا الاعداد النفسي مع الاعداد الذهني لاستقبال المواد الجديده. طبعا احنا تركيزنا الان على الاطفال اللي الان راح يطلعون من الروضه يروحون الابتدائي. طبعا المدرسه بالنسبه لهم مدرسه كبيره، وراح يشوفون يمكن بعضهم يشوفون وجوه جديده او يشوفون نظام جديد، بيئه ثانيه وعالم اكبر حتى من عالم الرياضه اصلا. نعم، في تحيه العلم وفي طابور الصباح. نعم. وفي كتب دراسيه، طبعا هذا الجو بالنسبه لهم جو جديد، جو غير مالوف، فعشان ياخذ على الجو يحتاج الى وقت، وخاصه يعني يمكن بعض في الروضه يمكن الطفل كان يداوم يعني يحضر يوم يمكن ما يحضر يومين اسبوع اسبوعين شيء، لكن في الدوام الابتدائي خلاص التزام، هذا بعد غياب وحضور، في حضور. نعم. في دراسه، في نجاح، في كذا، في ضغط، هذا هو بعد ما تعود على هالشيء هذا. اذا دور الاهل لازم ايضا يهيئونه. نعم. يقولون ترى انتم راح تروحون الابتدائي،
راح يعطونكم بس ها شلون التهيئه؟ التهيئه مو نوع من التهديد، يقول ترى في امتحانات، في دراسه، في طق، في طابور، في لا نقول والله راح تشوفون ناس زينين، راح تشوفون مدرسين او مدرسات، راح تشوفون كتب، راح تتعلمون اشياء جديده، راح تشوفون ناس جدد، راح تشوفون اصدقاء جدد، انشطه جديده، نحببهم في المدرسه. هنا عاد الدور لما يدخلون المدرسه عاد المدرسين والمدرسات يستقبلونهم استقبال جيد، نعم، كلمات حلوه. دكتور حسن، حضرتك ذكرت نقطه جدا مهمه، مساله ان بعض الامهات او الاباء للاسف يتخذ نوع من التهديد مثل ما ذكرت. يعني استاذه زينب، احنا قاعدين نلاحظ هذا شيء دارج، مساله النقله مثل ما ذكر دكتور حسن من رياض اطفال الى الابتدائي، تشوفين الطفل تكون في رهبه مو طبيعيه، انزين كان الام تبرت منه، هو يفكر الصوره كذي انها قطتني في مكان ما راح ترجع لي. فالله يعين المدرسات بصراحه، يعني قاعدين نشوف مناظر مو طبيعيه، والبنت ممكن تطلع للشارع ويمسكون المدرسات، والولد نفس الشيء. هذه المشكله اللي قاعده تحصل، شنو المطلوب من الام في البدايه او كطريقه تهيئه من العطله من الحين، في عندهم مجال خلينا نقول بعد اسبوعين، شنو المفروض تسوي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كما ذكر الدكتور حسن ان موضوع التهيئه النفسيه هذه ضروريه، يقع عاتق التهيئه هذا كله على الاب والام. طبعا بدايه يعني فتره بسيطه قبل المدارس لابد ان هي تهيئ الطفل، اذا كان هذا الطفل بعد ما دش المدرسه بيروح الروضه، بالتالي هي تحاول ان تعطيه بعض التعليمات، انت راح تروح مدرسه مثلا، هالمدرسه راح يكون عندك مثلا اصدقاء، هالاصدقاء يعني تتعرف، عندك ابله راح تعلمك مثلا شلون تتكلم، شلون تعطيك الاحرف سواء كانت باللغه العربيه او باللغه الانجليزيه، سواء كان قران طبعا. وحتى ان الام تقدر ان في هالفتره هذه تحاول ان الايات الصغيره مثلا تحاول ان تعطي الطفل يعني تعليم احرف، وتجيب له مثلا اساليب اللي عندنا حق الاطفال مثلا التركيب قبل فترة بسيطة، يعني انه ما ياخذ العطلة كلها مجرد انه لعب وله فقط، يعني لكن يعني نعم على نوع من التهيئة، يعني المناهج شلون نعم الدراسة راح تكون. وطبعا نعم اسلوب التهديد هذا وايد قاعد عندنا في المجتمع الكويتي، وايد يعني جانب جدا سيء، يحاولون انه يعني يبي يهيئون الطفل ولكن ما يهيئونه الى الاحسن، يهيئونه الى الأسوأ، انه اذا فعلا اذا رحت المدرسة ترى الأبلة طق، لازم ما تسوي نفس الحركه اللي انت سويتها، هذه الحركه غلط، لان ترى الابله طقك، الابله عندها عصايه. يعني هذه اساليب، في اساليب ان يعني يحاولون انه يجيبوا له مثلا ترى تحرقك، ولا يعني شغلات تكون اجراميه، مو شغله تكون يعني حق طفل قاعد يتهيئ حق روضه او اذا كان يعني اولى الابتدائي. نعم، نرجع الان الى موضوعنا الرئيسي، مساله السعاده هذه. نعم. دكتور حسن، احنا طبعا بديناها بمساله تهيئه الطفل لان نبي نربطها بموضوع شلون يستقبل المدرسه هالسنه. نعم. مفهوم السعاده يعني بالتاكيد يكون من بدايه غرسها في الطفل من هو صغير، من قبل ما نقول يكبر واصبح شاب ثم زوج ثم اب لابناء. يعني احنا ما ننكر ثقافات مختلفه، انزين حسب البيئة أيضا، الأجواء اللي تربى عليها الإنسان، ولكن كيف يكون للشخص المجال أنه يحقق لنفسه السعادة؟ نعم، هو طبعا لما نيجي نتكلم عن السعادة، السعادة مفهوم نسبي، يعني ما يراه الإنسان أنه إذا عمل هذا الشيء فيشعر بأن السعادة قد لا يراه الآخر. يعني لما واحد يقول لك والله الآن لو حصلت على 1,000,000 دينار فأنا أعتبر نفسي سعيد، في واحد ثاني يقول لا والله انا لو احصل على الصحه والعافيه اعتبر نفسي انا سعيد. صح. فبالتالي مفهوم السعاده مفهوم يختلف من واحد الى اخر، هذا واحد. ولذلك احد الفلاسفه يقول لك والله انا عشان اعرف السعاده لازم اشوف التعاسه، يعني اذا ما احس بالسعاده الا لما اشوف شيء نقيض، ولا شلون انا اعرف السعاده؟ فلذلك احنا شنو قاعدين نسوي؟ قاعدين نسعى للحصول على السعاده، وكل ما وقفنا او كل ما وصلنا الى تقريبا الوصول الى السعاده وجدنا لا، ان السعاده هذا وهم كبير، احنا قاعدين نسعى الى ذلك. فلذلك السعاده احنا دائما نسعى الى ان نحصلها او نحققها، ولكن ما هو السعاده؟ شنو السعاده؟ يعني واحد يقول لك والله يا دكتور انا سعيد بس مو مرتاح. يعني نقدر نقول هذا اللي يعطي الفرق ما بين المتعه التمتع بالشيء والسعاده، تعتبر مفهوم طبعاً اخر. طبعا مفهوم اخر. نعم. لان مثل ما قلت واحد يقول لك والله انا سعيد دكتور، يعني يجي يقول لك والله يا دكتور انا سعيد بس ماني مرتاح،
لا لا يستانس، انا الحزن جاي لا جاي يعني الدنيا فرح يعني وحزن سبحان الله. يعني انا ماكو شيء يدوم، يعني انا الصج انا كل شيء متوفر لي. نعم. وبالتالي انا احس نفسي الحمد لله محظوظ وسعيد ان عندي الاشياء هذا. نعم. لكن مع ذلك احس ان في شيء ناقص، وهذا النقص يخليني في عالم في حاله عدم الارتياح. فلذلك انا احس نفسي انا قاعد كل ما وصلت الى شيء اسعى الى الوصول الى شيء ثاني. لذلك احنا لما نيجي يعني خلينا احنا دائما عشان انا اوصل المفهوم هذا حق الطفل، اقول له والله السعاده، الطفل هذا مفهوم نسميه مفهوم تجريدي مجرد بالنسبه له، يعني ما له اي دلاله بالنسبه له، لان الطفل يبحث عن المحسوسات، يعني يشعر يشوف الشيء يجيسه ويتلمسه ويلعب وياه، وبالتالي يشعر بنوع من الاناسه واللي يقول عنه سعد. طيب احنا شلون نوصل لهالمفهوم هذا؟ ما نقدر نقول له والله السعاده اذا كنت انت مستانس يعني انت سعيد، اذا ضحكت وايد يعني انت سعيد، اذا انت اهلك رضوا عنك انت انت سعيد. هذه مفاهيم بالنسبه للطفل لا. لكن لما نيجي نقول له السعاده لما انت تكون وانا كاب اشوفك انت مرتاح وانت مريحني، بمعنى اذا سويت شيء، اذا قلت لك انا مثلا جيب لي ماي جبت لي ماي، فانا اشعر بسعاده، وهذه السعاده انا لما احسها انت تشعر فيها. نعم. لانك انت تبحث عن هذه السعاده، لان الطفل دائما يبحث عن الشيء، ولذلك نجد دائما يتحرك. نعم. من اجل الوصول الى هذا الشيء. نعم. فلما انا وصلت له بهالطريقه اللي يقول عنه الاجرائيه السلوكيه، قام بسلوك معين وحصل على المردود المادي، سواء اعطيته فلوس او ان قلت له كلمه حلوه، الكلمه المعنويه هذه، فحصل بنوع من السعاده. اذا السعاده هنا بالنسبه للطفل الحصول على الشيء، هذا بالنسبه للطفل. لكن لما انا لما اقول حق واحد كبير ان اقول لك والله لو انا اعطيتك او قلت لك كلمه حلوه هل تشعر بنوع من السعاده؟ لا ما تشعر من السعاده، تشعر بنوع من التقدير. لكن انت شنو انت تحصل على السعاده؟ شلون تحصل على السعاده؟ لما تكون في حاله الرضا عن النفس، يعني شنو؟ متقبل نفسك كما انت عليه، ما تحط شروط حق نفسك تقول والله ايضا أي تقول والله انا 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 والله ما اشعر بالسعاده الا اذا وصلت، الا اذا عملت، الا اذا حقق لي تحقق لي ذلك، او اذا حققوا لي ذلك. اذا يعني انت قاعد تحط شروط تعجيزيه وبالتالي ما توصل للسعاده. صحيح. والشيء اخر لازم نقول له ان احنا لازم احنا ما في شيء اسمه السعادة الحقيقية، ما في سعادة مطلقة ابدا ابدا، ولكن الواحد يحاول انه يبحث عن امور تريحه. حتى لو وصل الى السعادة. نعم. حتى لو وصل الى السعادة ربما هذا يؤدي به الى الانتحار، لان لازم الحياة لازم يعيش الحلوة والمرة مثل ما نقول. صحيح. لازم يحس انه في طعم للحياة. نعم. يشوف فيه شيء هذا. انا حابة انتقل لك يعني استاذة زينب، المشكلة انه في تحقيق يعني مبدأ السعادة احيانا كل واحد يلوم الثاني، خاصة لما نتكلم عن الحياة الزوجية. أحيانا الزوج يضع اللوم على الزوج أن أنت سبب تعاسة هذا البيت، مثلا بحنتك بطلباتك عدم اهتمامك مثلا بالأولاد. أنا أذكر كحالة يعني. المرأة ممكن نفس الشيء، لا والله أنت سبب تعاستنا، أنت مو قاعد تشاركنا المسؤوليات ولا قاعد تساعد ولا تساهم في تربية الأولاد. فشنو رأيك شلون نقدر نقضي على هذه المسألة، مسألة اللوم وعدم على قولتهم مبادرة كل واحد من نفسه أنه يسعد الآخر ويسعد بيته وأبنائه؟ السعادة هي شعور داخلي في الباطن وليس ظاهر. الشخص إذا كان هو راضي على نفسه وراضي على الظروف اللي هو عايش فيها راح يعيش سعيد، بدون ما أني أنا أقيس السعادة على أني أنا أحصل على شيء معين على أساس أن أنا أبقى سعيد. كما قال الرسول صلى الله عليه وآله، لا يبغض مؤمن لمؤمن، عفوا، لا يبغض مؤمن لمؤمنة بسبب خلق. فالحياة الزوجية هي حياة مشاركة. إذا أنا أقدمت كزوج على طلب إيد زوجة وأتزوجها، لابد أن أنا أعرف ما هي السعادة أو شلون أنا راح أعيش سعيد مع هذه الزوجة. لابد أن في نقاط معينة أنا يكون على علم فيها. إذا أنا اقتنعت أن أنا أخذ الزوجة هذه كاملة مكملة، فهذا أنا ما راح أعيش سعيد، راح أواجه مشاكل عديدة في حياتي. وأنا أتصور، عفوا بس أنا حابة أضفي تعليق، يعني أستاذة زينب بما أن ما شاء الله منصبك كمحامية، أتصور يعني هذا سبب المشاكل الكثير بالكويت. نعم. والطلاق اللي قاعدة توصل لك. نعم. أنه يعني ما في تنازلات من أحد الشخصين. نعم. نعم. أتوقع هل هذا هو السبب؟ هو هذا أحد الأسباب. ولكن إذا أنا عشت كحياة
كما قلت ان انا اقدم على حياتي الجديده، حياتي الزوجيه الجديده، شنو اشوف فيها؟ لازم لابد اني انا احط مبدا كامل اللي هو الكمال لله سبحانه وتعالى. بالتالي احنا كلنا المخلوقين لابد انه يكون فينا نقصان. هذا النقصان انا اي عالجه، ولي ما الوم الزوجه على اساس هي مثلا كثره طلباتها او حنتها، ممكن انه يكون في سبب يدفعها الى هذا الفعل. فانت يا زوج المفروض ان تحاول تعالج هذا السبب، يعني تشوف حل لهذا الموضوع، مو اني انا القي اللوم على عليك انت يا زوجه، والزوجه نفس الشيء تبي تلقي اللوم على الزوجه، على الزوج عفوا. فهذه ما تعتبر حياه مشاركه، لان الحياه الزوجيه هي حياه تعتمد على المشاركه وتحمل الطرف للطرف الاخر. لذلك عندك يعني اي تعليق دكتور حسن؟ تفضل. اول احنا لما نيجي نتكلم عن السعاده الزوجيه، ترى احنا قاعدين نخلق وهم كبير، يعني احنا قاعدين نعيش في خيال واسع. السعاده الزوجيه ماكو شيء اسمه السعاده الزوجيه، يعني اذا في سعاده زوجيه يعني معنى ذلك خلاص، يعني ما في مشاكل، يعني هذا غير طبيعي، لان احنا بشر، ولا طالما بشر مختلفين في الانسجه وفي الافكار والسلوكيات، اذا لابد ان تكون هناك مشاكل، هذا شيء طبيعي. بس لما انا اجي اقول والله السعاده الزوجيه واخلق هذا المفهوم عند الكثير، وبعدين يدخلون في الزواج او انه يتزوجون وينصدمون انه وين السعاده الزوجيه؟ اذا احنا كنا مخدوعين، او انه كان يقولون ان لنا شيء واحنا شفنا شيء ثاني، الواقع شيء ثاني، طيب وين السعاده الزوجيه؟ فبالتالي يعني احنا ما لازم يعني دائما نركز على هذا المفهوم عند الناس المقبلين على الزواج، ترى الزواج سعاده، الزواج سعاده زوجيه كذا، لان هذا يوم من الايام راح ينصدم يقول وين السعاده الزوجيه؟ وين هذا اللي قال؟ وبالتالي يبدا يصير عنده نوع من رده الفعل، رده الفعل انه يبدا يقول والله انا اكره الزواج، اكره الحياه الزوجيه، ابي اطلق، ابي اطلع. يعني هل تتوقعون يعني دكتور حسن، استاذه زينب، بسبب قله الثقافه في هذا الامر، ما في ثقافه، ما في معرفه بالحقوق والواجبات لكل الطرفين؟ هو 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 الثقافه الزوجيه او ثقافه الحياه الزوجيه، يعني انا اعتبر الى حد ما يعني بس مو غير مكتمله، فيه بس غير مكتمله. بس انا اللي بقوله ان احنا لازم نوصل رساله واقعيه للمتزوجين، الحياه الزوجيه مسؤوليه، الحياه الزوجيه فيها يعني مثل ما يقول ابس اند داونز، فيها مسؤوليه، في احيانا مطبات في الحياه الزوجيه. المشكله مو في المطبات، هذه طبيعه الحياه. أيوة اصلا هذه طبيعه يعني. المشكله مو في المطبات، المشكله في كيفيه التعامل مع المطبات. انا اذا اليوم مو سعيد، اذا المشكله مو في اني انا اليوم مو سعيد، المشكله في اني شلون مو قادر اني اطلع من حاله عدم السعاده او في حاله التعاسه، شلون؟ اذا المشكله فيني انا اللي ما عندي القدره على التغير والتوافق مع التطورات اللي تصير في حياتي. إذا هل هذا اللي قاعد نتكلم عنه مسألة التعرف على الذات دكتور حسن وتقديرها أيضا؟ التعرف على الذات وأيضا القدرة على التعامل مع الذات، مع طبعا أنا ما أقول مع الذات، يعني استثمار القدرات والطاقات الموجودة عندي وتوظيفها في نقدر نقول عنها الظروف أو المتغيرات في حياتنا اليومية. لازم انا اعرف انا اليوم سعيد، اوكي، بس مو معنى ان حياتي راح تكون سعاده على طول، او ان هذه السعاده راح تستمر معي للابد، لا، في اي لحظه ممكن ان في اي لحظه ممكن ان هذه الحاله، حاله السعاده اللي انا فيها اللي عايش فيها الان، في اي لحظه ممكن تلفون، ممكن خبر، ممكن ان الحاله تتحول من السعاده الى التعاسه، ممكن. اذا مو مشكله في هذا الشيء، المشكله الان لو تحولت الحاله من الى، شلون انا على طول ايضا اغير نفسي، ما قاعد اقول الله وين انا كنت سعيد، شو اللي خلاني ليش صار كذا وليش انا مو محظوظ؟ ولا ندخل في قضايا اللي هي نقول والله كان الناس يعني ما بغت شيء، ان في الناس طق يعني عين ما صلت على النبي، او الناس حسدوني على شيء، وندخل في الكلام اللي يعني اللي احنا نسميه ما بي اني اتحمل المسؤوليه، اللي يقول الشخصيه السلبيه، انا بقول والله انا انسان يعني الاخرين هم اللي جابوا لي المشكله، مو انا اللي جبت حق نفسي، وفي الحقيقه لا هو اللي جاب المشكله حق نفسي. انا حابه ايضا اذكر مثل ما يقولون يعني سؤال جدلي، ونحب ان الساده المشاهدين ايضا يشاركونا في هذا الحوار. هل يعني حضرتك سيدي المشاهد وسيدتي المشاهده تفكرون مثلا ان تدخلون مثلا دورات تدريبيه تساعدكم على يعني هذه الثقافه في طريقه صنع او محاوله اضفاء السعاده الزوجيه
الزوجية على بيوتكم، وأيضا يعني تكون مع أبنائكم وأولادكم، لأن بالتأكيد الشيء هذا ما يلقونه إلا من وراء الأم والأب، هذا شيء ما يختلف عليه اثنين. طبعا عندنا إن شاء الله هواتف البرنامج والإيميل اللي حاب يتواصل ويستفسر من ضيوفنا الكرام، احنا ان شاء الله على أهبة الاستعداد لاستقبال اي استفسار منكم مشاهدينا. يعني سؤال على سريع قبل ما نطلع فاصل استاذة زينب، هل سبب يعني الاتكالية من كلا الطرفين سواء الزوج او الزوجة في تحمل مسؤولية، هل هذا سببه لانه كان بالاساس طفل مدلل وما تعود انه هو يتخذ قرار من صغره، يعرف شلون يحل مشاكله؟ هي تكون يمكن لهذا السبب ولسبب اخر، ممكن تكون انه هو فعلا كان طفل مدلل وما كان يتحمل اي مسؤوليه، اقدم على هذه الحياه يحسب ان الزواج هي يعني هو الطريق الى السعاده، بالتالي لما يتزوج راح ينصدم في حياته. هذا يكون سبب، السبب الاخر ممكن يكون هو ما كان يعني عايش حياته يعني الانطباع اللي هو يبيه او في الخط اللي هو يبيه، بالتالي لما ياخذ الزوجه يحاول انه هو يفرض سيطرته عليها بحيث ان انا رجل وانا لي القوامه ومن هذا الكلام، فانا افرض سيطرتي بما اني انا كنت في البيت ما كان لي اي قرار، ما كانت لي اي مسؤوليه، ما حد يتحمل عفوا ما اتحمل اي كلمه تقول لي او ما حد يسمع كلامي، بالتالي انا لما اخذ الحياه الزوجيه اعتبرها الحياه هذه ملكي. فبما ان الحياه ملكي فانا اتحكم في المراه واسيطر عليها على اساس اني انا افهم مفهوم او يعني اخذ مفهوم اللي هي السعاده. نعم في الحياه. دكتور حسن، يعني ليش هذه قله الثقه من قبل الام والاب في قدره الطفل على انه هو قادر يتحرك، يسوي شيء، يعني يتخذ قرار، يحل مشكلته بنفسه؟ ممكن اوكي احنا ما يعني ننكر انه لابد ان يشاور يعني امه او ابوه، ولكن ليش دائما أكله شربه طلباته دائما ملبات، أي شيء يبيه ماكو كلمة لا، هل هذا سبب من الأم والأب؟ والله شوف لما الأهل يكونوا يتصرفون مثل هذا التصرف، هم أنا أعتقد أنه مو خايفين على الطفل بقدر مو خايفين على أنفسهم، عشان الناس لا تلومهم أو تقول والله أنتم ترى مقصرين حق عيالكم أنكم هذا، فهم في شعور داخلي يدفعهم إلى أن الخوف من ردود افعال الاخرين او الخوف من كلام الاخرين بيدفعهم الى العطاء او المحبه الزايده اللي تخلي عطاء بلا حدود، او انه يعني نوع من التعويض، يعني الام يعني الام او الاب يقول والله احنا بطفوله ما حسينا لها الشيء الان فنبي نحسس عيالنا بهالشيء هذا. لا انا بقول شيء، ان احنا طبعا لما نجي يقول السعاده احنا نحاول ان الطفل هو اللي يكتشف السعاده، هو اللي يكتشف السعاده، مو انا اقول له والله اعطيك كذا كذا تكون سعيد او ان كذا، لا ابي انه هو من خلال البحث، لان احنا عارفين الطفل في مرحله المراحل الاولى عنده شيء يسمونه الفضول وحب الاستطلاع، يبي يكتشف شيء اللي حواليه، لان اكتشاف هذا الشيء يخلق عنده نوع من السعاده والراحه، فلذلك نعطيه فرصه بس يكون ايش احنا عن بعد نراقبه بحيث انه ما يؤذي نفسه تحت الحماية، لكن لما يوصل الى الشيء هذا ويكتشف هذا الشيء وينبسط ويجيس ويضحك هذا اذا وصل الى السعاده، وجد السعاده، فلذلك احنا نقول لا خلينا احنا بروحنا نخلي الطفل او نعطي فرصه للطفل يبحث عن السعاده ويجد السعاده، وهي في النهايه راح يجد السعاده، اذا السعاده مفهوم يخلقه الانسان يبحث عنه ثم يجده بطريقته الخاصه، انما ان الاخرين يبون له سعاده انا اعتقد هذا مفهوم غير صحيح، ولذلك يعني الان ننتقل الى موضوع اخر يمكن له علاقه بهذا، يعني لما في بعض الاسر تقول والله احنا عندنا شاب عمره 21 سنه عنده حاله من الاكتئاب. اكتئاب يعني شعور بالتعاسه، شعور بقله النشاط، ما عنده همه. او حتى في ناس عفوا دكتور عندهم فكره الموت هذه وايد خليتهم في كابه مو طبيعيه. طبعا هذا موضوع وناس مؤمنين يعني انا استغرب. هذا موضوع ثاني بس انا اللي بقوله الان مثلا الاهل يقولوا لي دكتور هو عمره 21 سنه ايش رايك اذا زوجناه يتعدل يعني يطلع من حاله التعاسه اللي هو فيها الى حاله السعاده يتعس المراه ما لها ذنب يعني هم يعتقدون ان الزواج انه راح يغيره او انه يحل مشكلته او يطلع من الحاله اللي هو فيها حاله الكآبه الى حاله السعاده. اقول لهم لا لا، لان قبل ما يقدم على هذه الخطوه
قبل ما يقدم على هذه الخطوة عليه أن يعالج من الاكتئاب. لازم يحل مشكلته ويكون إنسان مستعد، أو إحنا نقول درجة الاكتئاب أو مستوى الاكتئاب عنده انخفض وصل إلى حد المعقول، ثم بعد ذلك يفكر بالزواج. يفكر بالزواج. وأيضا لابد من أن نقول للطرف الآخر اللي هي البنت أو الزوجة، زوجة المستقبل، ترى أن فلان عنده حالة من الاكتئاب. إذا كان مثلا اكتئابه شديد وبالتالي اكتئاب حاد وبالتالي ياخذ أدوية، لازم نقول أيضا نقول لها ترى الأدوية اللي ياخذها كذا كذا كذا، إذا ما ياخذ أدوية فهو يتعالج مثلا علاج السلوك المعرفي، فبالتالي لازم هي تكون على علة أن هنا هي تساعده. أما أنه والله ما نقول لها ونغشها، مسألة الصراحة، مسألة الصراحة بالتأكيد يعني تطعيم، يعني نغشها نقول لها والله، يقول لها والله ما في شيء جميل على الحياة، إقبال على الحياة هذا المشاركة. ولذلك يعني أنا الحالات اللي تمر تجد المرأة تقول والله دكتور أنا انصدمت، أنها ما يتكلم، ما له خلق، عصبي، حساس، ليش؟ ها انصدمت. فلذلك هنا احنا نقول حق الأهل أن قبل ما يتزوج او يقدم على هالخطوه قبل ما يعقدون اساسا بعد ويتم الزواج، هو لازم يتعالج، هو لازم يتعالج واموره تكون مستقره وحالته النفسيه تكون هاديه، ثم يتجه الى الزواج. الموضوع بصراحه جدا شيق وله يعني تشعبات كثيره، وحابين نكمل معاكم هذا الحوار، ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا خلكم ويانا. نعم أستاذة زينب، طبعا قبل شوي ختمنا بالسؤال مع دكتور حسن، كان معظم كلامنا عن الرجل، ما نبي إخواننا يزعلون الرجال، نتحول الآن إلى المرأة. في أكو يعني بعض النساء أستاذة زينب عندها مفهوم السعادة الزوجية أن بدايتها من ليلة زفافي، أن شلون أروح، شنو أختار، أحلى بدلة عرس ومن أي ماركة ومهرش كثر وشنو الذهب اللي بشتري. يعني احنا مشكلتنا لما يكون هذا الوهم المادي او الاستعراضي اللي قاعده تعيشه المراه، شلون تقضي عليه من قبل ما تفاجئ بان الحياه الزوجيه هي شيء ثاني، مو بس فقط لبس واستعراض وعرس وحفله وهالامور كلها. هي الواجب من المراه لما تبي تقدم على حياه زوجيه المفروض انه تكون في بعض النصائح، بس هذه النصائح ما تكون من الاهل بحيث ان هي نوصل الى الجانب السلبي ان تحاول تحبط من الزواج او فكره الزواج، ولكن تكون نصايح تعرف فيها شنو لها وشنو اللي عليها من الحياه اللي هي راح تقدم عليها، لان يعني اذا احنا نبي نقول مفهوم السعاده، الانسان اصلا بطبيعته لابد انه هو عنده يعني في حياته جانب سلبي وجانب ايجابي، لابد انه يرى الزين ويرى الشين، بالتالي لما انا ابي اقدم على حياتي الزوجيه لابد اني انا اعرف ان هذه الحياه الزوجيه نفس اللي انا مشيت فيه من بدايه حياتي وكبرت ووصلت لها من هالعمر ان انا يعني اتزوج، لابد ان تحوشني هذه الظروف في حياتي الزوجيه. نعم يعني تحاول المراه ان يعني تخلص نفسها من فكره الكماليات، انا اشوف شنو اساس الحياه، ليش انا ابي اقدم على حياتي الزوجيه، شنو اللي طالبني فيه زوجي من مسؤوليات، شنو اللي انا من حقوق، يعني لابد اني انا اعرف الحقوق والواجبات للطرف والطرف الاخر، على اساس اني انا احاول اقضي على فكره اني انا الزواج مجرد سعاده ومجرد حفله ومجرد كماليات فقط. يعني جميل. هو صحيح. طبعا يعني احنا لما نيجي نتكلم عن حفل الزفاف او مثل ما يسمونه ليله العرس، طبعا هاي حلم كل بنت، يعني كل بنت تحلم ان يوم من الايام تلبس الطرحه والفستان العرس او فستان الزفاف وتقعد في الكوشه، وبالتالي حلم، لان هاي تعتبر بالنسبه لها هذه يعني حاله ما تتكرر او يعني مره في العمر، فبالتالي لابد ان تستانس، لابد ان تشعر بسعاده هذا الموقف. زين، فلذلك يعني هذا الموضوع حلمها، لكن يجب التهيئه لما بعد هذه الليله. يعني فلذلك يعني كل تفكيرها بان الزواج حفله
عرس و يعني والعرس ويعني شغلات اللي نسميها احنا حابين ايضا نعم لكن لازم نعرف ان ترى هذه بدايه لاشياء اخرى اوكي من حقك انك تفرحين من حقك انك تستانسين لكن المرحله اللي جايه وراها هي بس ايضا لا تعيشين في العسل حتى لما يقول والله شهر العسل ماكو شيء اسمه شهر العسل احنا هذه يعني احنا دائما مصطلحات احنا قاعدين نحاول ان نحبب فيها الناس انا ايضا الان رايي ومشاركه من المتصل طارق الدرباس حياك الله معانا الله يحييك يعني طبعا اذا انت متابعنا من بدايه الحوار اخونا طارق كان سؤالنا الجدلي هل انت تحب او ترغب بانك تكون في دوره تدريبيه او حتى الزوجه اذا انت متزوج او لا انا ما ادري حضرتك متزوج او شنو حضرتك متزوج اخ طارق لا مو متزوج طيب هل انت تأيد بانك انت يجب ان تدخل هذه الدورات التدريبيه وايضا شريكه حياتك راح تكون ان شاء الله بالمستقبل ان تتثقفون يعني اثنينكم وتتعلمون يعني كل واحد شنو حقوقه شنو واجباته تأيد هالفكره أأيد وبشده نعم. ليش لان اول شيء احب امسي على ضيوفك الكرام الاستاذه زينب الرامزي والضيوف اللي موجودين واشكركم على هذه الحلقه يمكن لما نتكلم عن هالموضوع انا ايد وبشده لان الناس محتاجه يتثقفون في هذه المواضيع للاسف احنا ماكو ثقافه في موضوع السعاده الزوجيه بالطريقه الصحيحه يمكن في ناس بلشوا يقدمون مثل هذه الدورات منهم الدكتور جاسم المطوع يمكن انا سمعت طرح نعم وجه له كل التحيه نعم اي نعم طرح مثل هذه الدورات وتكلم في هذه المواضيع وانا ايد هذه المواضيع لان تحاول تثقف الناس اللي موجودين تعلمهم انه الموضوع الزواج ما هو كماليات وبس صحيح. الزواج ما هو حفله وخلصنا العرس وخلاص الزواج ما بعد الزواج زين شنو اللي بعدين شلون انا اقدر احاول احافظ على السعاده الزوجيه اللي موجوده شلون انا احاول اقلل من نسبه الطلاق الموجوده يمكن لما نشوف احنا نسبه الطلاق والظاهره اللي منتشره بالكويت هذا مو شيء بسيط زين ليش قاعد يصير هذا في وراء اسباب كثيره زين منها عدم توعيه منها عدم تحمل المسؤوليه منها 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 اسباب كثيره الناس ما ترى موضوع السعاده في مواضيع تحمل المسؤوليه، الاختلاف، شلون الناس تفكر و باي مشكله اصغر مشكله صار انفصال وصار الموضوع عادي. نعم. لكن نعم. لما يصير نعم. اذا تسمح لي بس اخوي طارق ولو كان هو سؤال خاص ولكن بما انه هو ملاحظ عندنا بالمجتمع الكويتي وربما ايضا العربي انا ما ادري لكن حابه اتطرق لهذا الموضوع. قاعدين نلاحظ ان العزوبيه كثرت بالكويت، ايش رايك انت؟ نعم. ما ليش هذا التخوف من الاقبال على الزواج؟ يعني انت كشاب ايضا قلت لي انت ما تزوجت، طيب ليش؟ شو اللي يمنعك؟ لا انا مو هو مو تخوف من الاقبال على الزواج. نعم. هو الموضوع ما فيه يمكن احنا قاعد نشوف الناس قاعد تفضل العزوبيه على الزواج لكثره المشاكل اللي قاعد يشوفونها بالزواج وكثره الانفصالات، هذا يمكن نظره عند مجموعه من الناس. في ناس عندهم كل شخص لا عنده يعني موضوع معين يمنعه من الزواج او عنده مثلا امور يبي يخلصها الثقافه قبل يمكن لما كنا نشوف اهالينا كانوا يتزوجون بال20 وال19 صحيح الحين العمر ارتفع صار الافرج 24 25 26 ويمكن الفتره الجايه يزيد فالواحد قاعد يشوف هذه لانه صار الزواج على قولتهم بسرعه تشوفهم تزوجوا وعقب كم يوم قاعد تسمع انهم انفصلوا، انزين ليش؟ على اي اقل سبب فصار في تخوف عند الشباب وفي تخوف عند البنات من موضوع الزواج. نعم. لان نعم. الناس قاعد تفكر بالزواج بس الشغلات الحلوه اللي بالزواج، ما تفكر انه لا الزواج مسؤوليه، الزواج تكامل، أكيد. الزواج تفاهم، الزواج الزواج الزواج، امور كثيره بموضوع الزواج الناس مو قاعد تفكر فيها، ولا عندها ثقافه فيها، ولا قاعد تعيها. وهذا انا ما ارجع بس حق على الشباب والبنات يمكن حتى موضوع الانفصالات اللي قاعد تزيد وبسرعه انا احمل المسؤوليه حتى الوالدين قبل كانت البنيه اذا راحت حق بيت اهلها اهلها يردونها ردي بيت ريلج حلي مشاكلكم انت وياه الحين لا
الحين اذا ما عندك، اذا رايلك ما قدر يضفك، احنا عايزانين عنك. نعم، يعني في نوع من انه لازم يعلمونها شلون تتحمل المسؤوليه ولا تعتمد على اهلها ايضا لما بعد فتره الزواج. طبعا احنا شاكرين لك على هذه المشاركه منك اخ طارق الدرباس، وان شاء الله نقول يعني تسمحي لي انا اعلق على كلام الاخ طارق. نعم. طبعا انا كان لي الشرف اني اعمل مع الاستاذ جاسم المطوع والاخ نسيب المطوع والاخ عبد الله شهاب ومجموعه اخرين، يعني لا تسعفني الذاكره اني اذكرهم. هذا الحكي هذا بال 95 96 عملنا تقريبا برنامج لاعداد المقبلين للزواج في كيفيه السير في مشوار الحياه الزوجيه، بدءا من الخطوبه وبعدين الزواج، سنه اولى الزواج وبعدين الانجاب وبعدين فتره المراهقه وبعدين يعني نمشي معاهم شنو التطورات اللي تصير بهم. فبالتالي كان الهدف من اللجنه هذه ان نعد برامج توعويه للشباب. طبعا الاخوان في اللجنه ما قصروا، كانوا يعطون هدايا اللي حضر الدورات. جميل، حلو، في تشجيع يعني. نعم، كان في تشجيع، كان في مثلا يعطونهم اذا هديه، نوع من الهديه، هديه الزواج، يعطونهم نعم. مثلا تلفزيون، ساعه، يعني المهم كهديه للمتزوجين الجدد. حقيقة بدينا بداية جيدة، كان في حضور وكان في اهتمام وكان في يعني أكثر من محاضر ودورات عملية تدريب. وشلون عدد النساء بالنسبة للرجال؟ حلو. لا لا لا، كانوا يعني كانوا الحقيقة نعم. يجون مثل كابلز، يعني الولد مع البنت. يعني مو نقول والله البنات لحال والأولاد، لا، نقول لهم بشرط أن الولد والبنت اثنينهم يجون مع بعض أساس أنه كان في اقبال يعني في البدايه، ولان مثل ما قلنا كان في برامج يعني، وبعدين كانوا يعطونهم تذاكر يروحون مثلا دبي ويروحون دول، يعني نوع من العمره، نوع من التشجيع. لكن مع الاسف ان بعد مده وجدنا ان صار في يعني عزوف، يعني او ان العدد بدا يقل، العدد بدا يقل، وبالتالي عملنا مره ثانيه دعايه واعلان عشان نجيبهم، لكن مع الاسف لانه في صراحه كانت في شركات تساهم وتعطي كنوع من التشجيع. احنا الهدف من ذلك شنو من كنا نوصل لهم؟ ان ترى الحياه الزوجيه عباره عن مسؤوليه جديده، عباره عن الاعتماد على على على, على الذات، عباره عن بناء للذات، بناء لاسره جديده، عباره عن يعني نقول مرحله جديده من العمر، يعني مرحله كنا عندنا يعني تعديناها، المرحله العزوبيه الان تعديناها، الان دخلنا مرحله ثانيه اللي هي مرحله الزوجيه. الان بعد ما كنت انا بروحي صرت احنا انا معي طرف اخر، يمكن احنا نختلف في الافكار، في الميول، في الاتجاهات، طيب هذا شيء طبيعي، لكن نحاول مع الاختلافات هذه نوصل الى شيء يجمعنا أو نقطة الالتقاء نصل لها، وبالتالي أيضا من هالنقطة الالتقاء ننطلق إلى صحيح. أشياء أخرى. كان في هذا الشيء يعني من والجماعة، وأنا أعتقد أن أيضا الأستاذ جاسم، الدكتور جاسم أبو محمد جزاه الله خير، الآن ما زال مستمر في هالأشياء هذه، بس ما أدري هل الآن وأعتقد أن في دورات قاعدة تصير. إذا هذا بالنسبة للدورات التدريبية. طيب أستاذة زينب، إذا نتكلم عن الجانب القانوني في هذا الأمر، شلون يقدرون الطرفين يعني تحقيق الحياة الزوجية السعيدة من خلال الدراية بالمسائل القانونية أو الحقوق والواجبات، شلون يتم التعرف على هذه الأمور؟ أول شيء إحنا طبعاً إذا نبي ناخذ مبدأ الصراحة في البدايات، طبعاً كما ذكرنا أن المفروض أن الشخص اللي يبي يقدم على زواج يكون هو صريح مع الطرف الآخر بما فيه من سواء كان أمراض أو كان وضع المادي، لأن فعلاً اللي قاعد يحصل من المشاكل أنه اي الطرف الاخر طبعا بعد عقد القران تلاقين بعد اسبوع سمعت اي والله انفصله، وشنو السبب؟ هو مو قادر مثلا حتى يصرف عليها، زين ما يكون هو مبين شنو اللي يعني القدرات اللي هو عنده اصلا، مثلا انا قادر احط لك مسكن، يتفقون على شغلات بسيطه، المؤخر والمهر وبس، ما الى ذلك، ما يدشون بموضوع مثلا المسكن وين راح يكون، يعني في مشاكل قاعد تحصل على مسكن، ان انا اتزوج اخلص فبعدين انا اجبر الزوجه ان هي تسكن مثلا بيت اهل، طبعا انا ما قاعد اقول انه والله السكن في بيت الاهل مو زين، ولكن ممكن تحصل بعض المشاكل تضايق الزوجه، فبالتالي انا عشان اخرج من هالجانب هذا يعني اطلعها مثلا شقه خارج بيت اهلي، فتلاقين انه يصير في بعض الاختلافات في وجهات النظر من بدايه الزواج. طبعا المفروض الكل يفهم انه لابد ان الشخص اللي يقدم لي هو في بيئه غير بيئتي،
لأن ما فرضوا هذا المقولة لما نقول اللي أوله شرط آخره نور. آخره نور بالضبط. يعني أنا لما أنا أشوف أن الناس كلنا بشر، بالتالي ولكن تختلف الأساليب الأعراف اللي في كل بيت صحيح. تختلف عن المجتمع ككل. نعم. أسلوب التربية، المعاملة شلون، بالتالي أنا لما أبي أخدم لابد أني أنا أحط في بالي أن أنا كزوجة أن الزوج اللي راح يجي لي ما راح يكون كامل في كل المواصفات اللي أنا أبي. وهم نفس الشيء بالنسبة للطرف الآخر، أنت لما تبي تيجي تأخذ الزوج الزوجة عفوا، ما تقول أن الزوجة والله راح تكون كاملة إذا ما قلت لها والله طلبت منها شغلة معينة، أو لا تروحين بيت أهلك وراحت خلاص أنا ما أبيك، هذه ما قاعد تسمعني أو ما قاعد تسمع كلامي، ما قاعد تطيعني. يعني إحنا مفروض أن يعني المسؤولية تكون على كل الطرفين ونتعاون إيد واحدة على أساس أن إحنا نمشي حياتنا الزوجية. ذكرتي لي شنو الجوانب القانونية اللي المفروض أن كل الطرفين يعرفونها. طبعا اي خلاف يحصل في بدايه الزواج انصح بان انا ما ادخل الاهل، هذه اول يعني خطوه المفروض كل الطرفين، طبعا مو على الرجل ولا ما تتوقعين استاذه زينب احيانا سواء المراه او الرجل يحتاج الى توجيه مثلا من الام او الاب. نعم، ولكن اذا انا ابي شلون يقرر او شلون يحل مشكلته. زين، احنا ما شاء الله في الكويت عندنا الاستشارات النفسيه تارسه الكويت، ما حد يروح استاذه زينب. لا والله انا لو دوله اجنبيه يمكن الموضوع سهل، لكن يعني عندنا انه عنده ملف في الطب النفسي هذا مينون. لا هو المشكلة أن يعني هذا الفكر اللي طاغي فعلا. نعم. على مجتمعنا. أيه. أنه إذا مجرد أني أنا ما يعني يعني إذا كانت الزوجة أو الزوجة يستعملون الملف أو في الطب النفسي سلاح، واحد فيهم يدافع عن الآخر، الأهل تلاقين يخافون حتى يدخلون الشخص هذا لسبب من الأسباب، أنه ممكن أن هي تروح لو ترفع دعوة في المحكمة بتقول سبب واحد والله هو مريض نفسي. زين، الأمراض النفسية طبعا على درجات في كل انسان وفيها يعني اختلافات، يعني كل انسان ممكن تحوشه حاله اكتئاب في اي فتره من الفترات. احنا مثل ما ذكرنا بالسابق انه شنو مفهوم السعاده، ما في يعني الانسان من داخله اذا ما اقتنع انه هو يعيش سعيد في هذه الحياه في هذه الظروف ما راح يعيش سعيد. واذا نبي نبحث على مفهوم السعاده الحقيقيه ايضا ما راح نحصل. احنا ما نبي نحبط ان الناس. نعم. نقول لا، ولكن لابد انه يكون في توازن. الحياه صحيح. هي كفه، لابد اني انا احاول اوازن. فاذا الشخص كان مثلا محتاج الى علاج بالعكس مفروض ان الزوجه تشجع، الطرف الاخر المفروض يشجع. يعني انا لما ما الجا الى الاهل ابتعد عن موضوع الاهل، فيكون انا يعني حصلت. نعم. يعني حاولت اني انا احمي الحياه. اذا هذا كلامك يعتمد على يعني تعليق لو بسيط منك دكتور حسن، هل نقول انه يجب ان يكون هنالك نوع من التقبل ما بين الطرفين، ان الزوجه والله تتحمل الزوج باعصابه باطباعه وهو ايضا نفس الشيء يتحملها اذا اكتشف فيها طبع مثلا ما يعجب لكن يتحمل يقول خلاص بعد. نعم. يعني ما في انسانه كامله. نعم. لو باخذ غيرها وبجرب غيرها والزوجه الثانيه والثالثه ايضا بشوف الثانيه والثالثه هم فيهم. هذا شيء طبيعي. شلون مساله التقبل هذه تتحقق ما بين الاثنين؟ شيء طبيعي يعني كل انسان ممكن يتغير. احنا دائما نقول سلوك الانسان قابل للتغيير. يعني انا لما اغير افكاري معنى ذلك انه راح اوتوماتيكيا سلوكي راح يتغير. اما اذا ما غيرت افكاري تظل سلوكي كما هي. لذلك ان عمليه التغيير وارده. بس انا ابي اعلق على كلام اللي قالته الاستاذه زينب، كلام جدا في مكانه، ان تدخل الاهل احيانا مع الاسف تدخل الاهل يا اما يسبب في خلق مشكله او انه تزيد من المشكله. بمعنى ان بعض الاسر يعني تحط شروط تعجيزيه على مثلا بالنسبه للاولاد لما يتقدمون للزواج. نعم. فاهل البنت يحطون شروط تعجيزيه للولد، على الولد يقولوا له شوف احنا بنتنا تبي كذا كذا كذا، خدامتين، شقه بروحه، سياره وخدم، مدري ايش من السوالف هذه. طبعا اذا كان هذا امكاناته الماديه ما تسمح له شيء راح يسوي. نعم. راح يعني اما انه والله راح يتسلف ياخذ قروض وتصير على ديون، وبالتالي لما يصير على ديون وين راح يشعر بالسعاده؟ نعم. فلوسه كلها قاعده تروح على الديون. اذا مساله التفهم، هذا التفهم المتواضع للسعاده والقناعه علشان نوصل للسعاده. حابين نكمل معك هذا الحوار اذا تسمح دكتور حسن، ولكن بعد هذا الفاصل خلكم ويانا مشاهدينا. Thank you.
دكتور حسن، طبعا حابين تكمل لنا مشوار مساله يعني كيفيه التمهيد للرجل المقبل على الزواج ومساءته واعانته. اي مع الاسف هناك بعض الاسر، طبعا انا ما احب ان اعمم، لكن بعض الاسر تحاول ما تحاول ان توصل رساله او تحاول ان تغير بناتها للزواج، يعني بمعنى ان تقول يعني تقول والله ترى انت الان مثلا قاعده بيت ابوك كل شيء متوفر لك، بس هذا يمكن ما راح يتوفر بيت زوجك، هذا يعتمد على الحاله الماديه للزوج، على طبيعه عمل الزوج، على ظروف الزوج. لا، مثل ما انت عايشه في مثلا نقول والله فندق 5 ستارز لازم تروح هناك ايضا تعيشين في فندق 5 ستارز، مثل ما ابوك يعاملك لازم زوجك يعاملك. فبالتالي البنت تنصدم لما تروح تشوف لا، وضع البيت بيت الزوج غير عن بيت الزوجه، بيت الاهل وبيت الاب، ان بيت الاب ما كانت تسوي شيء، مدلله لا احنا قومي والله روح سوي لي شاي، روح سوي كذا، ما تعود، ما حد كان يقول لي الكلام هذا، لا ابوي ولا امي، زين تعالي يا اخي ساعديني في عمليه تحمل اعباء البيت، لا هذا مو شغلي، انت ريال انت. فبالتالي احنا نبي نقول حق الاهل ايضا اعدوا بناتكم للتغير اللي صار راح يصير في حياتها الزوجيه بعد الزواج، يعني ما راح تشوف نفس الحياه اللي كانت تعيشها في الطفوله، يمكن قعدت حوالي 18 او 20 سنه على حياه معينه، الان نغير حياتها فالعمليه تكون صعبه، لكن لازم نعدها اعداد جيد عشان تتحمل التطورات الجديده. نعم صحيح، تعليقك استاذه زينب، شلون تكون عمليه النصح والارشاد لما المراه الان توضع في يعني موضع بالنسبه لها مفاجئ وغريب ويختلف عن بيئتها اللي عاشت فيها في السابق مثل ما ذكر الدكتور حسن؟ طب النصيحه لازم تكون في محلها، ان انا ما أي اقول يعني اخلي الحياه الزوجيه حياه سلبيه ولا اخليها حياه ايجابيه، اكون في الحياد، لابد ان هي تعرف كما ذكر الدكتور ان المعامله اللي انت قاعده تتعاملين فيها ممكن تختلف بشيء بسيط مثلا في حياتها الزوجيه، نعم. هذا مو معناته ان هي تعرض مثلا السب او المهانه، ولكن بنفس المستوى يمكن يكون مثلا اقل، ايضا نفس الشيء الظروف الماديه، ممكن انت تكونين مدلله والله قاعد تحصلين احتياجاتك بشكل 100%، ولكن ممكن انه مثلا تروحين في حياتك الزوجيه مع الرجل ممكن والله 70-75%، فلا بد يعني قناعه، القناعه جدا مهمه للرجل وللمراه، اذا انا يعني خذيت بمبدا القناعه فانا راح اقدر اني انا امشي في حياتي الزوجيه بطريق السليم. نعم. الآن حابة أن أتكلم عن صفة هي موجودة في الرجل الشرقي عموما وليست فقط في الكويتي. لما نقول أن مسألة الهيبة في الريال، مسألة القوامة أيضا، يعني أن هذا الأمر كافي بس يعطيني مسألة السيطرة وأن أنا صاحب القرار في هذا البيت، حابين نعرف رأيكم بهذا الموضوع وكيفية أثره على العلاقة الزوجية، وإذا كان الشيء هذا يسعد المرأة ولا لا يسعدها، وإذا كان على حسب طبعها أيضا. حابين نشوف أول شيء استطلاع الرأي طبعا من جمهورنا وبعدين نرجع لكم بإذن الله. العلاقة الزوجية، شوف المرأة إذا ما شافت شخصية الرجل يعني قوم يعني هيبته، يعني كفايه لما يدش البيت اول الكويت قبل لما ينحنح تحس العيال كلهم خلاص دش الابو، الحين لا، الحين دش الابو او طلع الابو مو هيبه الاوليين، اول اذا نحنح قالوا كل واحد، احنا يوم احنا صغار ندش كمبل وكل واحد بس دش ننخش، الحين لا، الحين دش الابو، الحين الولد قبله يبا وين رايح؟ وين جاي؟ ياه يسال الابو يبا ما الحين ماكو يقول ها يبا شلونك شو اخبارك على طول وينك او وينك يا يعني تغيرت الامور مو مثل اول الله يرحم الحال الاول نعم صدق اول اكيد اول صدق لازم الرجال يكون هيبه قدام عياله وزوجته وبناته لازم يعني تكون له هيبه شخصيه يعني حب الرجل لازم يكون شجاع ولازم يكون لك كلمته واحده يعني ما يتراجع عن كلمته وهذا هو الرجل اذا كان مو مقصر على اهله وماشي مضبوط مع اهله طبعا راح يكون حياته الزوجيه من احسن ما يمكن. والله هي شيء اساسي هي السعاده الزوجيه، الرجال من غير هيبه ولا شيء. الهيبه المقصود طول عمرك يعني لازم يجابل يقعد يعني بالبيت يطالع طلبات البيت ويشوف حقوق العيال حقوق بس هذا يبين هني هيبه الرجل.
اكيد هيبته من سعادته الزوجيه طبعا. ايام اول هذه ايام اول راحت ايام اول، اما الحين يعني شيء تغير. اول الحين 2012 لا بالاول اكثر طبعا، بالاول اكثر. اي الحين هيبه الشباب قلت لانه مو معطين وقتهم حق الاهل، عرفت شلون؟ إيه اللي يعطي وقته حق الاهل هيبته ومثل ما تقول احترامه يصير اكثر. لا اول اكثر، هيبه الرجل قبل مسموع اكثر من الحين. اكثر شلون؟ ليش اكثر؟ الوقت تغير الحين، مو مثل الحين قبل، وقت الحين تغير الحين، مو من نفس اول، الاول غير وحين غير. لكن في ناس فيهم كفايه الحين، في ناس فيهم مسموعه كلمتهم. انا ما اشمل الناس كلهم، بعضهم هيبه بعضهم ما له هيبه. والله على شخصية الرجل نفسه، لكن هي مو مثل قبل طبعا، لأن تغير وتطور والحقوق المرأة والأحداث اللي صارت وانت عارف. والله لا تختلف طبعا، المرأة تطلع الحين وتروح وتي وخلص شغالها، والزوج كذلك، يعني ما هي مثل أول طبعا، بس إنها موجودة، ما زالت موجودة. يعني أغلب الآراء اللي شفناها بالاستطلاع اتفقوا أنه لابد من وجود الهيبة، ولو أنه يعني صار فيها نوع من التغير حسب التغيرات الزمنية اللي مرينا فيها الظروف. أنا بسألك دكتور حسن، يعني مفهوم الهيبة عند الرجل ما تتوقع أنها قد تكون يعني بمفهوم خاطئ أحياناً عند الرجل ويؤدي إلى تعاسة المرأة وليس إسعادها؟ نعم، وطبعا اول شيء لازم احنا نميز بين الهيبه والقوامه. القوامه اللي هي عباره عن الصرف المادي، يعني الرجل هو المسؤول عن الصرف المادي على الزوجه، هذا شيء مفروغ منه. لكن احنا نيجي نقول ان الهيبه، والهيبه يعني ما لازم نربطها بالعنف وبالشده وبالاسلوب القاسي، يعني ما نقول والله هذا هيبه يعني لما يدش يطق ويهاوش والناس تخاف منه، مسيطر. الهيبه احيانا لها علاقه بالشخصيه مالته، بمعنى الحكمه، الفطنه، الاسلوب اللي يستخدمه في التعامل. يعني احتمال احيانا بس يقعد، هذا هيبه، قعدته هيبه، نظرته هيبه، مشيته هيبه، فبالتالي ما له علاقه باي نوع من الكلام واي اسلوب. لكن لما يكون هذا الانسان لما عنده شخصيه اللي احنا نسميه كاريزميه، اللي بحيث انه لما يكون في مكان ياثر على الاخرين بصمته، باسلوبه، بمشيته، اذا هذا شيء ممتاز. وهذا واحد. اثنين، الهيبه لا تقتصر على الرجل، احنا ماخذينها على الرجل، حتى شخصيه المراه احيانا تكون هيبه عندما تكون متزنه، وعندما تكون على يعني على قدر كبير من اللي نقول عنه الحكمه والتعقل. صحيح. وعدم الانفعال وعدم التسرع وعدم البحث عن الاشياء اللي نقول عن التوافه الامور، انا اعتقد هذه هيبه. فالهيبه يعني كل انسان يسعى لان تكون له شخصيه تميزه عن الاخرين من خلال الفكر الناضج، من خلال الاداء الجيد والهدوء، كيفيه التعامل طبعا والاتزان. يعني ما ينفع مجرد يعني احيانا يعني في الاولين يعني بالسابق يعني الاب لما كان يطلع يروح اي مكان، مجرد صوره الاب في البيت هيبه، ما كان هو موجود، بس لما العيال يشوفون ابوهم النظره له، بس النظره صوره الاب قاعد تسبب نوع من الهيبه. صوره الاب. بس الان لان الماديات طغت وهو الانسان ما قام يطور من نفسه، وبدا الانسان يكون انسان يعني يبحث عن الاشياء التافهه مع الاسف، هنا هيبته راحت. لكن لما يطور نفسه من الناحيه العلميه، من الناحيه الثقافيه، من ناحيه قعداته وجلساته واهتماماته، أنا أعتقد راح يشكل الشخصية. صحيح. اللي تكون الهيبة رمز لهذه الشخصية. نعم. عندنا أيضا اتصال من مشاهد ولا مشاهدة مخرجنا؟ مشاهد. نعم حسن. ألو. حياك الله معنا حسن. السلام عليكم. يا هلا فيك. عليكم السلام. لكم العافية. الله يعافيك. الله يسلمك. طبعا حسن، سمعت الآن المحور الأخير وهو مسألة يعني تحقيق الهيبة للرجل الكويتي أو الشرقي، خاصة ما يكون طبعا زوج وأب لأبناء. أنت من مفهومك
شلون تكون الهيبه هذه؟ جواكم الله. طبعا الهيبه شيء اساسي مطلوب في العائله وفي الاسره، بس من وجهه نظر قاصره الدكتور ما شاء الله بين خوش وجهه نظر، ولكن ما يمنع ان شاء الله اني ابين وجهه نظر هم من عندي. الناس اول شيء يعني تتصور ان الهيبه هي عباره عن زف وصراخ او فرض شخصيه بطريقه معينه، بحيث انه يقدر على قولتنا المصطلح الكويتي امشي المراه ولا امشي العيال على الموس. زين، هذا قد يكون مفهوم خاطئ، لان اغلب المفاهيم حاليا من ضمنها الهيبه راحت في مفاهيم اخرى عن طريق مسلسلات اجتماعيه تحاول تبين مثلا شغله معينه، ولكن توصل الهدف خاطئ. الناس عاده تميل الى الشخصيه الاقوى في المسلسلات مثلا، وكذلك هم الحديث اللي يدور احيانا بين الناس الهيبه بتصوري اللي المفروض تكون موجوده في الاسره سواء على الزوجه او على الاطفال، ان الرجل يقوم في واجباته في البيت اتجاه زوجته واتجاه عياله. يعني هذا الكلام الصح. اذا قام في هذه الواجبات بلا شك انه هم طبيعي راح يهابون منه. طيب يعني نعم تفضل. اي نعم. اي بمعنى انه شنو؟ مو الهيبه ان الخوف، لا، الاحترام والتقدير، هذا المفهوم الصحيح للهيبه انا اشوف. نعم. وليس الخوف. نعم. حضرتك متزوج اخ حسن؟ اي نعم متزوج. طيب نرجع الى سؤالنا اللي كان في البدايه سؤال جدلي، وهو هل انت تؤيد بدخول الدورات التدريبيه والتثقيف والتفاهم مع شريكتك في الحياه المستقبليه وزوجتك؟ هل انت اتبعت هذا يعني المنطق، او حاليا هل انت تؤيد ان لابد من التعارف والتفهم لطباع يعني كليكما اثنينكم، انه والله انا يا زوجتي يا ام اولادي ان انا طبعي كذا كذا كذا، هي نفس الشيء تصارحك. انتم مريتوا بالمرحله هذه وهل شعرت بانها يابت فائدتها؟ طبعا الدورات انا يعني ما كانت عندي هذيك القناعه، ولكن سواء دورات او انت بينك وبينها يعني يعني في حوار بيني وبين الزوجه. نعم. ويعني والدوره هل كان لها دور، يعني اذا انا كنت ماخذ دورها هل كان لها دور يعني في تثقيفي من هذه الجهه؟ نعم طبعا بلا شك الدورات لها دور تثقيفي ممتاز في اللي هو من باب شنو؟ ان كل ما زادت ثقافه الرجل او ثقافه المراه في امور التعامل تتقل المشاكل والخلافات. نعم. في بعض الامور في رؤوس اقلام الواحد يعني انا طبعا انا حديث الزواج مو صاحب خبره، ولكن في بعض الامور التمستها وجربتها يعني. يا ريت لو باختصار على شكل سريع لان قاعد يداهمنا الوقت اذا تسمعه يعني اخ حسن لو على سريع تذكر. نعم بشكل سريع طبعا اختصر مفهوم السعاده الزواج. نعم. من خلال السعاده، البحث عن السعاده من خلال الزواج اشبه بمغامره كلها غموض ومراحلها جدا جميلة، وأحيانا الخلافات أو بمعنى آخر مصطلحنا الكويت المشاكل هي بمثابة ملح الحياة. يلا الحمد لله هذا شيء مشجع وحلو. شرط نعم. لغة الحوار وحسن الأنصات. الحين ناخذ منك الكلمة الجميلة هذه نختم فيها الاتصال معاك. شكرا لك أخ حسن، بالفعل المفروض أنها تعتبر يعني تعلم دروس وليس فقط نهاية حياة زوجية أو يكون فيها تعاسة بسبب مشاكل. ابي من يعني رايك انت بشكل سريع تعليق منك استاذه زينب، شلون المراه تقدر تحقق هذا الهيبه للرجل بدون ما هالشيء يشعرها بالتعاسه او تشعر بان هي ليس لها كيان في المنزل؟ نعم. طبعا هي مفهوم الهيبه او مفهوم القوامه مثل ما احنا نقول هو مفهوم نسبي، كل شخص قاعد يفسره على اللي هو يبي، وهذا يعني تصرف خطا، فالله سبحانه وتعالى هو اصلا منح الرجل القوامه. فالقوامه شنو هي؟ القوامه الحب والاحترام، الحب والاحترام. إذا كان الرجل نفسه يشوف من زوجته الحب والاحترام والتقدير، هذه هي تعتبر أن أنا أعطيت الرجل قوامته وأعطيته هيبته. الرجل طبعا من جانبه هو المفروض طبعا يقيم في مسؤوليته تجاه البيت، تجاه زوجته واتجاه عياله. متى ما شاف أن الزوجة معطيته الحب والاحترام، هذه أنا أعتبرها هي قوامة. انتهى الوقت تقريبا، ونبي منك نصيحة أخيرة لتحقيق السعادة الزوجية في البيت.
ثواني والله في ثواني. يعني خلينا نكون واقعيين، ما نكون خياليين ونعيش في احلام ورديه، لا احنا نقول السعاده يعني غايه نسعى اليها. نعم. ولكن الامر يحتاج نعم. الى محاولات ولا نيأس ولا نعم. حياه معنى محاولات وما نيأس، وان شاء الله نتمنى كل السعاده لكل الازواج يا رب، لان هذا بالتاكيد في النهايه راح يكون يعني شيء ورا شيء راح يوصل حق عيالكم وعيالكم بالمستقبل، ازواج واباء وهكذا. اذا نقول لكم ان شاء الله من خلال هذا الحوار الجميل اللي جمعنا مع الاستاذه المحاميه زينب الرامزي وايضا الاستشاري النفسي الدكتور حسن الموسوي اللي بصراحه اثرونا، وان شاء الله وفي كل حلقه يكونون معنا في هذا الاثراء المعلوماتي، نقول في كل موضوع جديد من سلام يا كويت، ونقول لكم تصبحون على خير.